في كلام دكاترة. المرأة لها دور أساسي في المجتمع، وهي الأم والأخت والزوجة وأيضا الابنة، ودورها أساسي في الحياة، خاصة في الأمور الحياتية داخل المنزل، فهي المسؤولة عن رعاية أطفالها وأيضا لتغذيتهم وتدريسهم. وعشان كذي اهتمامنا لازم يكون جدا قوي في صحتها وفي نفسيتها عشان يكون انعكاسها إيجابي على المجتمع. احنا وين رحنا دكتور؟ لا انتم موجودين طبعا، انتم هم اساسيين، دورنا يكون مع بعض. الله يسلمك. وايضا لا ننسى الجانب النفسي، فالجانب النفسي وايد مهم طبعا، لان المراه تمثل الطاقه الايجابيه للاسره، فلذلك تحتاج وقت حق نفسها عشان تتخلص من طاقتها السلبيه، عشان يكون عندها القدره انها تعطي الاهتمام الجيد للاسره. صح. ومن دون مجامله، المنظومه الصحيه بالكويت اولت اهتمام كبير بصحه المراه. انا كطبيب عائله داومت المستوصفات والمراكز، وفي اهتمام كبير سواء صحة المرأة ما قبل الزواج، أثناء الحمل، ما بعد الولادة. وأنا ضم صوتي حق دكتور علي، لازم حلقة عن صحة الرجل. طبعاً نحن جزء من المجتمع، إحنا جزء لا يتجزأ من بعض صراحة، ومع بعض نكمل المجتمع. نشوف إن هذا الوعد صار. على عموماً اليوم حلقتنا عن صحة المرأة، وراح نركز فيها على مرحلة ما قبل الحمل والحمل وما بعد الولادة. فخلكم معنا، فقراتنا اليوم وايد حلوة. فاصل نعود إليكم. الفقرة تأتيكم برعاية شركة نفط الكويت الكيوسي، وخلكم معنا لأن وعدكم تكون مفيدة وتستمتعون فيها. خلينا نكمل حوارنا قبل هوا دكتورة أنفال، كنا قاعد نتكلم عن الخرافات اللي تصير أثناء الحمل، وقلتي لي خرافة، إيش رأيك تشاركين فيها الناس؟ والله أنا أذكر أمي تسولف لي دائما، أحملت يوم وصلت التاسع تقول ناطرة الولادتي ما يتني، كانت تقوم تقول حق يدي الله يرحمه يبا أبي أولد، كان يقول أنا أسمع الناس تسولف كلها عن لحم البعارين، كان يقوم يبلها لحم بعارين، تقول سوينا عيش ومرق، تقول والله كليته يومين كان ينطلق ويبت. يعني هذا كلام ممكن صحيح، والله دكتور ما يندر عاد. ومن الخرافات ايضا المنتشره او يمكن تكون حقيقه، ان بعض الناس ياكلون سفرجل عشان البيبيات يصيرون حلوين. عموما وايد نقاط مهمه اليوم راح نناقشها مع ضيفتنا دكتوره مريم الدوسري، استشاره امراض النساء في مستشفى الأحمدي. حياك الله دكتوره مريم. حياك الله، اهلا وسهلا. دكتورة، يمكن خلنا نبدأ بأول سؤال ويمكن أهم سؤال، شو النصائح الطبية المعتمدة حق الناس اللي يخططون حق حمل؟ شنو المفروض يسوون؟ طبعاً إحنا هذا اللي نبي نوعي فيه المجتمع، إن دائماً الحوامل يجونا أول زيارة وهي حامل، فإحنا نبي التوعية للمجتمع ككل إن يجونا قبل الحمل عشان نرتب الأمور ونشوف شنو المشاكل اللي عند الأم أو عند الأب، وإحنا ننصحهم ونعطيهم النصايح اللي تخلي الحمل هذا سليم. كمثال نعطي، إذا كانت المرأة عندها مشاكل صحية كالسكر كالضغط، فإحنا لازم هذا نضبط هذه الأشياء قبل لا المريضة تحمل. فالسكر لازم يتضبط، أدوية الضغط لازم تتضبط، لازم تتغير الأشياء اللي ما تسبب تشوهات في الجنين، الأدوية تتحول إلى الأدوية السليمة. الناس اللي عندها مثلا صرع أو تشنجات يأخذون أدوية الصرع، لازم هم نبدي لهم جرعات عالية من الفوليك أسيد. نشوف تغذية الأم، نسوي لها تحاليل شاملة اللي تشمل تحليل الدم، وإذا كان عندها أنيميا تتصحح
قبل لا تكون يعني تدخل على مرحلة الحمل، يكون الحمل إن شاء الله بإذن الله سليم. دكتورة يعني قبل إيش كثر بفترة، يعني قبل مثلا 3 شهور؟ يعني إحنا نفضل أن المرأة تينا قبل الحمل، قبل لا تحمل بثلاث شهور. 3 شهور إيه، عشان نضبط لها كل هالأمور. أنا يمكن كطبيب عائلة يوني وايد ناس مستعيرين توهم ما شاء الله مخلصين عرس ويونا يراجعون ما صار حمل، فشنو هي المدة الزمنية للمتزوجين حديثا اللي بعدها إذا ما صار حمل يراجعون الطبيب؟ طبعا احنا دائما نقول بالتعريف طبيا ان التأخر في الحمل يأتي بعد الزواج بسنة كاملة، لكن احنا الناس اللي مثلا متزوجين متأخر يعني بعد 35 وكذي، فاحنا ننصحهم انه يراجعون بعد 6 شهور. دكتورة هو يعني لان الصراحة المجتمع وحتى العائلة خصوصا تلعب دور، يعني البنات مساكين دكتورة يعني بالزوارة مثلا ها ماكو شيء جاي بالطريق يمكن توها ردة من شهر العسل. صح، ضغوط اجتماعية او المقارنات. صحيح. مثلا فلان تزوجت معاك بنفس الوقت. صحيح. احنا دائما يعني نقول الافضل ان الزوج والزوجة هم اللي يقررون. صح. متى يكون الحمل، فالمفروض المجتمع يخلي الكابلز بروحهم وهم يقررون متى يحملون، قرار خاص فيهم وقرار خاص فيهم بدون تدخل الأهل عشان ما يزيد من توتر الأزواج والزوجة يعني بشكل خاص. من ناحية طاري الزوارات، صح أم خطأ؟ يمكن هذا يصير وايد أن الأم اللي تبي تحمل بولد خد تأكل شيء معين أو خد تشرب شيء معين، أسمع قلوي أو حمضي، فهذه الأساليب لها دليل علمي؟ هو في دراسات اثبتت ان في لها يعني تاثير على الحمل بولد او بنت، لكن النسبه قليله يعني من 50 الى 60% ممكن تنجح معاهم. وممكن اذا شنو دكتور عفوا؟ اذا ضبطت التغذيه مالتها، تغذيه الام وال تغذيه الزوج، تغذيه الام بس الام. أوكي. والأشياء اللي تستخدمها مثل توقيت الجماع أو الأشياء القلوية اللي تستخدم تزيد الفرصة، يعني بس تزيد الفرصة بس مو ما في شيء 100% إلا طبعا أطفال الأنابيب واختيار الجنس. دكتور أنا عندي سؤال، أنا بعد مريت بهالموقف، صدق شكل بطن الحامل يقول لك إذا فيها بنت ولا ولد؟ لا ما له علاقة. صدق دكتور يقول لك البطن الطوالي؟ لا نهائي ما له علاقة. صح والعريض بنت. هذا الداير عندنا إحنا بالمجتمع مع الأهل. وما يصدقون حتى لو تقول تحطين السونار قدامها، حتى لو تقول لها طلع بالسونار بنت وتقول لا شكلك بطنك ولد. طوالي فيك ولد، عيد السونار. كلش ما له علاقة. دكتورة مريم، التوائم ممكن في ناس عندهم جاذبية إنه يصير الحمل توأم. أول شيء شنو نصيحتك؟ هل تنصحين إن الواحد يخطط إنه يصير الحمل توأم؟ وهل في إخطار إن الحمل يصير توأم 2 أو 3؟ ومنو يعني نشوف ناس خاصة اللي مثلاً يلجؤون إلى أساليب الحمل الصناعية تزيد فيهم نسبة التوائم، فممكن توضحين لنا هالنقاط هذه؟ إحنا طبعا علميا احنا ما ننصح بحمل التوائم، لان التوائم مهما كان يزيد اخطار وايد على الام وعلى الطفل، منها الاجهاض، منها الولاده المبكره، منها المشيمه المعيبه، وزياده نسبه الولاده القيصريه. فاحنا طبعا الحين دائما احنا ننصح الابتعاد، لكن في بعض الحالات اللي هي مضطرين مثلا او عندهم مشاكل في الانجاب او الاشياء هذه، او الحمل يكون توأم طبيعي يعني من رب العالمين بدون تدخل، فاحنا ما ننصح طبعا. ومن حتى بالدراسات والاشياء هذه من 2009 بدا الحمل التوأمي، نسبه الحمل التوأمي بعد اطفال الانابيب يقل، لان في شروط الحين واشتراطات حطوها المنظمات العالميه ان اقل من 35 سنه يجب ارجاع جنين واحد فقط، وبعد ال 35 ممكن يتناقشون في يعني غرس جنين او 2 على الاقل. فدائما احنا ما نبي يعني يدش التوأم قصه الهبه والموضه والاشياء هذه. دكتوره حيل منتشر. اي فاحنا دائما لما تجي المريضه نفهمها كل المشاكل وكذي، ونتمنى ان مثلا اختيارهم للتوأم له سبب معين غير أنه إحنا مشتهين توأم أو نبي توأم، يعني مثلا يكون مثلا عندهم تأخر في الإنجاب، عندهم مشاكل صحية، الأم تبي تحمل مرة أو مرتين لسبب معين، بس ما يكون ضمن نظام يعني إطار الهبة والموضة.
لأن يعني في وايد مشاكل للحمل التوأمي. يمكن لاحظت وايد تذكرين سن الأم عندما تحمل، هل ارتفاع سن الأم عندما تحمل ممكن يزيد أخطار الولادة أخطار الحمل؟ هو سن الأم طبعا احنا دائما ننصح الأم انها تحمل بسن يعني صغير، فالأخطار تزيد بعد العمر يعني الكبير بعد 35، مشاكل الضغط، مشاكل السكر، مشاكل التشوهات الجنين، مشاكل الداون سندروم والأشياء هذه كلها لها علاقة في العمر. يمكن دكتورة الحوار معك شيء وخلص يعني يقولوا لي خلص الوقت، يمكن ودي أختم بهالسؤال، هل في أطعمة معينة يجب على الحامل أنها ما تأكلها أو خطر عليها؟ والله إحنا دائما ننصح الأم أن تكون تغذيتها سليمة، تبتعد عن الأكل الني، تبتعد عن المأكولات البحرية اللي يكون مثلا نسبة الزئبق فيها عالية، تبتعد عن الأشياء اللي عالية بالكافيين والمشروبات الغازية والوجبات السريعة. يعني لازم يكون نظام أكلها نظام صحي عشان يكون حملها صحي. عفوا دكتورة بس هالسؤال، أنا أحب هالأكلة السوشي، تصير الحامل تاكل سوشي؟ ما تاكله بكميات كبيرة، والأكل الني في الأول الأشهر المفروض تبتعد عنه. طيب تمام، أشكرك شكر جزيل، الحوار يعني وايد ممتع مع الدكتورة ومفيد، لكن للأسف وقت الفقرة خلص، وهذا شكر للدكتورة مريم الدوسري على تشريفها لنا، وأيضا شكر لشركة نفط الكويت الكي أو سي. خلكم معنا وفقرة جديدة من فقرات برنامجكم كلام دكاترة.